السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع حضراتكم حل مشكلة البلف العاكس أو إلغائه نهائيا بدون فقد الشحنة وبدون أي تكلفة نهائيا. والتكييف اللي معانا دلوقتي مشكلته إن هو لما بيشتغل سخن، يعني إحنا بنشغله على وضع البارد وهو بيشتغل سخن، يعني البلف العاكس قافش. طيب اول حاجة هنعملها ان احنا هنبرد على البلف العكس عن طريق تفريغ غاز الفريون سائل عليه. وهنشغل ونشوف الجهاز هيشتغل بارد ولا لا. دلوقتي الجهاز اشتغل، وهنا برضو الماسورة هي بدأت تبرد، والعداد هنا برضو بينزل لوضعه الطبيعي. يعني دلوقتي حاليا الجهاز اشتغل بارد ومفيش اي مشكلة. هل كده الطريقة ناجحة 100%؟ للأسف لا، في احتمال ولو بسيط ان البلف ممكن يرجع يشتغل على السخن تاني. طيب لو رجع اشتغل على السخن تاني هنعمل ايه؟ في حل تاني اللي هو هنلغي البلف العاكس نهائيا، وايضا برضو بدون ان احنا نفقد الغاز وبدون اي تكلفة نهائيا. هنفك اول حاجة الملف الكهربي للبلف العاكس، وبعد كده الجزء اللي حضراتكم شايفينه ده بالظبط هنقرص عليه بالبنسة كويس جدا لحد ما نحاول ان احنا نطبقه، ولازم نتأكد ان هو اتطبق شوية عن الطبيعي، وبكده احنا بنمنع ان البلف يرجع يشتغل سخن تاني نهائيا. ولو محتاج تعرف معلومات اكتر عن البلف العاكس يبقى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عندك اي استفسار اكتبه لنا في التعليقات تحت وهنرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.